امبارح وزاره قطاع الاعمال اعلنت عن قرار جديد للجنه منظومه تداول القطن بشان المتاخرين عن توريد المحصول في المواعيد المحدده. القرار بيسمح بفتح محالج القبضه للغزل لتجميع الاقطان من المتاخرين عن التوريد لحد منتصف فبراير القادم. خلينا نعرف تفاصيل اكثر عن هذا القرار من الاستاذه داليا تدرس مساعد وزير قطاع الاعمال العام للشؤون الفنيه والمتابعه. صباح الخير على حضرتك يا فندم واهلا بيكي معانا في صباح الخير يا مصر. صباح الخير على حضرتك وعلى السعاده المشاهدين. اهلا بيك يا فندم. طيب لو نعرف منك يعني لسه ما سلمش القطن بتاعه يعمل ايه دلوقتي عشان يقدر يورده؟ اللي لسه ما سلمش القطن بتاعه يتوجه لاقرب محتج تابع للثقه القبضه القطن والغزل والنسيج، يقدر يسلم القطن بتاعه هناك وهتحصل مزايده عليه امتدادا لنشاط المنظومه اللي كان المفروض ينتهي. وجدنا ان في نسبه صغيره جدا لا تتعدى 1 في 1000 من الاقطان اللي اتزرعت ما اتسلمتش من خلال المنظومه. 1 في 1000 دي فرصه للمتلاعبين ان هم يعني يستغلوا الفلاح. عشان كده الشركه القابضه فتحت محالجها لتسليم الاقطان والمزايده عليها بنفس نظام المنظومه. طيب في سؤال مهم، هل اللي ما سلمش القطن في الموعد المحدد مسبقا هيتم توقيع عليه اي غرامات؟ هي مش غرامه انما رسوم اعاده فتح مراكز التجميع والفرز. يعني طب نعمل مركز، هل الرسوم دي هو دفعها في المره الاولى؟ القطن بتاعه معلش بس في تكاليف. استاذ هي رسوم يعني علشان نعمل ده مره ثانيه بعد طيب. ما وقت تجميع الفرز. استاذه داليا هل هو المزارع او الفلاح دفع في المره الاولى وهيرجع يدفعها تاني، ولا هو ما دفعش في المرة الأولى والناس عادة ما بتدفعش في المرة الأولى؟ عشان بس نوضح النقطة دي. المرة الأولى خدمات مركز التجميع بتبقى على شركة التجارة، إنما الفلاح كان معلن إنه هنخلص التسليم يوم كذا. فعلشان بس الالتزام في المرات الجاية يعني بنقول له إنه ده ليه تكلفة على الدولة فلازم حضرتك تشترك فيها لأن حضرتك اللي تأخرت. يعني اللي راح في ميعاده في الاول ما بيدفعش فلوس، الفلاح ما دفعش حاجه. اللي اتاخر هي مش غرامه، هي مصاريف عشان نفتح المكان مره تانية عشان نقدر نستقبل القطن بتاعك. مظبوط كده بالظبط، هي مشاركه في جزء من المصاريف. طيب دكتور داليا، يعني حضرتك ذكرتي خلال حديثك انه نسبه الفلاحين اللي ما سلموش الاقطان هي 1 في 1000، دي نسبه تعتبر نسبه يعني مش كبيره، فيعني ليه قررتوا انه بهذا القرار؟ هي النسبه مش للفلاحين، النسبه لعدد قناطير القطن. القرار دوت عشان ما يحصلش، القطن كسلعه ليها طبيعه خاصه علشان في فئات كتير من القطن، وطويل السيله وقصير السيله، قطن بحري قطن ابلي، فما ينفعش يحصل اي خلط او تسريب لان التسريب ده بينطوي على البذره اللي ممكن حد ياخدها ويزرعها او يحصل تسريب للبذره بره مصر فالسلاله المصريه تتهرب. فحرصا على القطن وعدم انتقاله من محافظه لمحافظه او تهريبه بره مصر بيبقى في حرص شديد ان كل القطن اللي اتزرع يتجمع. طيب دكتوره داليا، القطن السنه دي انطار القطن تقريبا ب 6000 جنيه، ده قرب الضعف من التمن اللي كان عليه السنة اللي فاتت. ليه السعر ارتفع كده؟ وهل السعر ده حقيقي ولا في تضخم في بورصة القطن؟ يعني ايه اللي حصل؟ لا، هو السعر حقيقي لانه السعر يعني سعر المزاد او سعر فتح المزاد بيبقى مبني على الاسعار العالمية للقطن، والاسعار العالمية زادت، فده انعكاس طبيعي. ودي ميزة للفلاح، ان الاول كان في حد بيقول للفلاح انا هاخد قطنك السعر كذا بيفرض عليه سعر. انما ربط يعني، ودي احد مزايا المنظومه انها بتربط سعر تداول القطن في مصر بالاسعار العالميه ليه. لو الاسعار العالميه زادت السعر بيزيد في مصر لانه مبني على معادله ما تاخد فيها السعر العالمي لسعر الفتح. طبعا زياده الطلب جوه مصر بتزود سعر في المزاد، وده بيبقى ميزه للفلاح. معلش دكتوره داليا، هو احنا السلعه بتاعته وبالتالي يعني يقبل على زراعتها بحسب الزياده ديت. احنا رابطين السعر بالسعر العالمي ليه يا فندم؟ عشان احنا بنصدر القطن ده يعني ايه سبب الربط؟ هل التصدير ولا غيره؟
لا يخفى على حضراتكم طبعا اثر الجائحه وكورونا على الصناعه العالميه. المصانع كانت قافله، المصانع ابتدت تفتح عالميا، وبالتالي مصانع الملابس الجاهزه ابتدت تفتح وتشتغل، فابتدى يزيد الطلب تاني على منتج القطن كمدخل للمصانع دي. يعني احنا ده القطن بتاعنا بيتباع لبره؟ حاله اللوك داون اللي كان فيها العالم السنه اللي قبلها، مع يا استاذه داليا بس خلينا بس نوضح نقطه نقطه بعد اذن حضرتك. يعني احنا القطن بتاعنا اللي احنا بنلمه من الفلاحين ده بنبيعه لبره مصر، بنصدره بره مصر، عشان كده احنا بناخد منهم من الفلاحين السعر بالسعر العالمي، ولا القطن بتاعنا بيروح لمصانعنا المصريه صناعه محليه؟ في جزء وفي جزء، بس احنا حتى اللي بينتج محليا وهو بينتج محليا بتضاف عليه قيمه مضافه ويتصنع، وجزء منه بيتباع في السوق المصري بديلا للواردات، او انه بيتصدر كمنتج يعني تم الصنع. في الحالتين احنا جزء من الاقتصاد العالمي، فطبيعي ان الاسعار عندنا يعني تتاثر بتحركات الاسعار العالميه، سواء القطن الخام، سواء قصير السيله، سواء طويل السيله، سواء منتج كامل الصنع عليه قيمه مضافه محليه. طيب أستاذة داليا، يعني رد فعل الفلاحين تجاه هذا القرار وأيضا تجاه هذا السعر اللي حضرتك ذكرتيه؟ مش عاوزة أقول رد فعل الفلاحين تجاه السعر، لأن السعر مش بيتحدد بالمنظومة، يعني ممكن ده قوة عرض وطلب، ممكن يعني. وعشان كده إحنا دايما في التوعية للفلاحين بنقول إقبالك على المنظومة لأنها بتربطك بالسعر العالمي. السنة دي زاد بس ممكن سنة تانية يقل، وطبيعي ان لما يحصل زياده كبيره قوي كده طبيعي يحصل ما يطلق عليه يعني في البورصات كوركشن، او يعني تراجع شويه بعد كده. فمش منتظر ان السعر دوت يفضل على طول كده. طيب اخر ميعاد لتسليم الاقطان امتى يا فندم؟ اتفضلي حضرتك. اخر ميعاد لتسليم الاقطان امتى؟ نص فبراير. وبندعو جميع الفلاحين انه يتوجهوا للمحالج علشان القطن يحصل عليه مزايده وياخد القيمه العادله للقطن بتاعه، بدل ما حد يستغله وياخد منه بسعر اقل. طيب استاذه داليا، حضرتك قلتي ان عاده لما بيكون في ارتفاع شديد في الاسعار زي اللي حصل السنه دي، ان احنا وصلنا للانطار ب 6000، بيكون متوقع ان في كوركشن او اعاده الضبط للاسعار في الموسم اللي بعديه، فممكن ينزل. طب في آلية موجودة في الوزارة النهاردة عشان أحمي الفلاح لو السعر نزل على سعر التكلفة، سعر السماد، سعر الزراعة؟ يعني ما ممكن البورصة العالمية ينزل السعر فالفلاح يبقى اشترى السماد البذرة بتاعت التقاوي البذرة بتاعت القطن بسعر أكبر قد كده، وبعدين جه لقينا السعر بتاع البيع نزل في البورصة العالمية فيبقى الفلاح خسران. إيه الآلية للحماية؟ الآلية دي سياسة دولة، مش يعني وزارة قطاع الأعمال العام مهتمة بالموضوع ده لأنه مدخل أساسي لقطاع بيحصل فيه تطوير كبير، فإحنا مهتمين ككلاينت، إنما مش منوطين بضمان سعر معين للفلاح. دي سياسة دولة بتتحدث بالتعاون بوزارات بين وزارات كتير، إنما يعني اللي أقدر أقوله لحضرتك من الشغل في المجال ده 4 سنين، إن الفلاح بتاعنا على درجة من الوعي فوق اللي احنا بنتخيله. هو بيبقى عارف ان السنه ده طلع قوي، فالسنه الجايه لو زرعت كتير العرض هيزيد وبالتالي السعر هيقل، فبيقدر يعمل يعني ما يقال عليه سلوك رشيد يعني، ويحدد المساحه اللي تخليه يكسب. بس ما هو اللي بيحدد يا فندم ولا وزاره الزراعه هي اللي بتقول مين يزرع قطن وما يزرعش قطن؟ يعني الفلاح هو اللي بيقول ولا الوزاره هي اللي بتدي التقاوي؟ انما ما تقدرش تجبر حد يزرع او ما يزرعش، يعني الفلاح هو اللي بيختار يزرع المحصول ده او المحصول غيره حسب رؤيته لانتاجيته ومكسبه فيه. طب واذا حصل يعني بناء على كلام حضرتك كده الفلاحين سمعوا وبيتوقعوا ان السعر هينزل السنه الجايه، فحصل عزوف، الفلاحين في مصر خافوا ان السعر ينزل بناء على الكلام اللي حضرتك قلتيه فما زرعوش، ونلاقي الموسم السنه الجايه ما فيهوش قطن؟ بيقللوا المساحه المنزرعه ويقسموها بين القطن وبين محصول تاني، المحاصيل المنافسه. يعني الارشاد الزراعي مش موجود في الموضوع ده؟ يا كتير قوي يا ما فيش خالص، بيحصل بصوره في حته في النص. ما عشان كده انا بسال حضرتك، الارشاد الزراعي فين في من القصه دي؟ مع انه في يعني محفزات نقدر نقول على نقدر نشجع بيها الناس اكتر.
تمام عظيم. يعني الارشاد الزراعي عشان منتجك يبقى احسن. في طلب عالمي موجود دايما على القطن المصري خصوصا طويل السيله مع القطن، يعني رغم ان هو طلب بيمثل نسبه قليله من الطلب العالمي على القطن لانها سلعه متميزه جدا، انما الطلب ما زال موجود، فهم عارفين ان في طلب، والقطن المصري بيختلف عن اي قطن ثاني، فهيفضل الطلب عليه موجود بس بالكميات اللي هي يعني تخلي الفلاح يفضل يزرعه ويكسب بنسبة التوسع الملائمة. بكل تأكيد يا فندم القطن يعني مصري الحقيقة يعني غني عن التعريف في العالم كله، وفي الآخر هو الهدف الأساسي هو أنه تفضل المساحة المنزرعة من محصول القطن تزيد والفلاح يستفيد، وإحنا كمان نرجع مرة تانية القطن المصري بالقيمة كمان المضافة، يكون في منتجات مصرية وأيضا تصدر للخارج، لأنه القطن المصري يعني مشهود له الحقيقة. بنشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتورة داليا تدرس مساعد وزير قطاع الأعمال، وطبعا يعني في جهود كبيرة الحقيقة للمحافظة على القطن المصري وعودته مرة أخرى إن كان محليا أو حتى في الأسواق العالمية.